تيقول لك ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه عادي. بعض المرات كيقول كيعصبوك وكينتقدوك وكيجبدوا شي حاجه اللي انت ما فيكش، وملي كدوي على حقك كيقولوا انظروا هذه اخلاقه. فالله يهدي ما خلق يا ربي، الله يهدي ما خلق. ماشي غير جميل، وصفوني بمتكبره، وصفوني كنشوه السمعه ديال الحجاب، وانا كنقول لهم انني انا ما عندي حتى شي علاقه بالحجاب، وانني فتاه لست محجبه. نطلبوا من الله يهديني، ممكن انكم توجهوا لي واحد النصيحه زوينه. الا لا، ديري الحزيف، ديري هكا، عطيوني ايه، عطيوني يعني بطريقه زوينه، ماشي بالمعيار وانت دايره وانت دايره. ومن بعد ملي دويت على راسي سموني ما مزيانش، ودرت واحد لايف وندمت عليه واحد الندم شديد، وان شاء الله ما يتكررش في 2019.